عاد الأهالي في خان يونس لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. مراسلنا ذهب إلى المنطقة ورصد الدمار الكبير حول منزل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار. عمق هذه الحفرة، هذا العمق الكبير، فحر الاحتلال هذا المكان كما نشاهد. منطقة سكنية بالكامل تم إزالتها. وين وصلك؟ وين يا غالي؟ وين عوض؟ تمام يا عم، هذا رجال عرفت اسمه عوض. زي ما انت شايف حسدناها النوايا. طبعا الحمد لله احنا بخير واولادنا بخير، وان شاء الله ربنا يخلص الحرب هذا على خير. هاي دمار شامل، هاي بيتي مواطنة عادية، ماليش في اي تنظيم ولا في اي شيء. طبعا الوضع صعب، البيت عملناه لسه ضايل عليه اقساط، والحمد لله على كل حال. سحب الاحتلال من هذه المنطقة دمار كبير في منازل المواطنين هنا وسط مدينة خان يونس.